لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. نظف يدك باستمرار بغسلهما جيدا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي. تجنب المصافحة باليد أو تبادل القبلات، واكتفي بالتلويح باليدين عن بعد. عند السعال والعطس احرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي والتخلص منه فورا في سلة مهملات مغلقة. تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، واحتفظ بمسافة بينك وبينهم لا تقل عن متر. تجنب التواجد في أماكن مزدحمة. اشرب السوائل الساخنة أو المياه الدافئة على مدار اليوم. اجعل منطقة الزور رطبة ودافئة.